أظن أنها صدق. ها؟ ما بين عشرة ليش اليوم؟ أخي قبل اليوم موت. أنا مستحيل. أنا عاد من الطاقة. عاد من العقال هذا. أنت قدام الطاقة تحسك. طيب قبل ثلاث تصوير. أيوة اليمن سبعة اليمن سبعة يوم أحد اثنين إذن المشاهدين الكرام تابعنا هذه اللقطات وإن كانت هذه اللقطات فعلا هي في إطار ذلك التشويه الذي يعمل إليه من وراء هؤلاء وإن كانوا ربما بعض من هؤلاء الشباب يسيرون في اتجاه ذلك التضليل وربما ذلك التضخيم وكما تحدث الأستاذ سالم علي العطاس ربما من خلال ما يدفع لهم في سياق ربما تدمير حتى أخلاقيات هذا الإنسان كإنسان يبيع وطنه ويبيع أفكاره ويبيع كل ما هو جميل لديه بتلك المادة. عموما هذه كذلك أحد المنازل هذا في صنعاء القديمة والذي يستهدف وكما نرى من خلال الصور واضحا من خلال تلك النيران الخاصة بأحزاب اللقاء المشترك الفرقة الأولى مدرع ميليشيات الإصلاح عصابات أولاد الأحمر لتطال هذه القذائف هذه الأسرة والتي تعيش ربما في صنعاء القديمة لا زالت تعيش في أمن واستقرار ولكن التجاوز الآن صار اليوم عبثا في مختلف شوارع أمانة العاصمة امتد إلى وزارة العدل امتد إلى عمارة الخولاني امتد في جبهات أخرى في على مستوى حي الجراف لتقتل تلك القذائف من تلك الميليشيات العديد من المواطنين الأبرياء. هذا رب الأسرة هناك صوت إذا في هناك صوت يشرح ورب الأسرة يتحدث عما نعم نسمعهم جميعا ويتابع ما قاله من حسرة بشكل كبير وفي وقت الازدحام جهة الثانية في الساعة 11 الرابع أنتم تلاحظوا الناس اللي في حي الزمر اللي هم محيطين بالبيت ما يعني كم لحكم من خوف الجيران اللي جاءوا السوق النسوة البيوت المجاور لنا هؤلاء كلهم خافوا افتجعوا على انفسهم افتجعوا علينا ولهذا جاءوا كميات كبيرة يبسلوا الحادث الذي ما يصدقش الإنسان أبدا وما قد تعرضت في صنعاء في حرب السبعين قاتلنا في حرب السبعين حملنا الشيء دفاعا عن صنعاء وفي حرب السبعين دفاعا عن صنعاء وما تعرضت صنعاء لما تعرضت له هذا اليوم ابدا 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 رغم انها قوات امريكيه وبوازيك وقنابل وجيش يعني جيوش مجيش حول صنعاء دار ما دار وقد احاطوا بجبالها ما قصفوهاش هكذا ولا سبق ان قاموا بعمل مثل هذا العمل الارهابي اطلاقا ولا يعرف اليمنيين هذا العمل وقفت بني مدعو كانت تستطيع تكسب صنعاء كامله في حرب السبعين الذي دخلوا من الحين ومن المناطق هذا لكن مع هذا ما قصفوش ما بيش تاني واحدة ثاني وبعد عرضوا للجامعة الكبير وقامت القيام في صنعاء ووقفت التناس كامل سوروا القص هذا وزج يا جوا دفن مشروع الحضاري العيال الأحمر
وعصابات التمرد وفجاع الأطفال وضرب القذائف الأصنعة القديمة تهديم